السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة مادة الرياضيات امتحان الشهر الثاني. هاي أسئلة لإحدى مدارس امتحانات الشهر الثاني لمادة الرياضيات، راح نحلها. السؤال الأول: استعمل ترتيب العمليات وجد الناتج لاثنين فقط. احنا قايل لكم في ترتيب العمليات أعزائي الطلبة أنه أول شيء تجري اللي تتخلص من الأقواس، وبعدها الضرب او القسمه، ثم الجمع او الطرح. دائما تبدا من جهه اليمين، ابدا من جهه اليمين، يعني الاولويه تكون اقواس، قسمه او ضرب، وجمع او طرح. شوفوا هنا 9 في 4 فاقول 36، بعدين استخدم عمليه القسمه 12. 36 تقسيم 12 راح يطلع 3، ولما بضرب 3 في 16 يطلع 48. الثاني باقواس اقول 68 ناقص 5 تقسيم 7، ف68 ناقص 5 هي راح تطلع 63 تقسيم 7 راح يطلع 9، زائد 15 يطلع 24. الثالث، شوفوا الثالث هنا أنا اكو قسمه اينما وجدت اسويها بالبدايه هي والضرب، اذا ماكو اقواس ف6 زائد 72 تقسيم 9 راح يصير 72 تقسيم 9 هي 8، 6 زائد 8 14. هذا بالنسبه لحل السؤال الاول فرع ب. فرع ب: ينزل حوت 20 متر في عمق البحر كل 3 دقائق، عند أي عمق يكون الحوت بعد مرور 15 دقيقة؟ بالنسبة لحل هذا السؤال أقدر أحله بطريقة النسبة والتناسب، وأقدر أيضا أستخدم المسائل اللي عندي. يعني شلون مسائل عندي أنه أسوي عبارة جبرية عن طريق أنه أقول 15، إذا هو ينزل كل 20 متر كل 3 دقائق، فأقول 15 دقيقة تقسيم 3 وأضربها بالعشرين راح يطلع لي ايش قد نزل الحوت. ف20 في 15 تقسيم 3 اجرى هاي العمليه بالبدايه راح يطلع لي 5، واضرب 20 في 5 راح يطلع لي 100 متر نزل الحوت. السؤال الثاني يقول: جد قيمه العباره الجبريه باستعمال قيمه المتغير المعطى. 32 تقسيم نون تقسيم 11 حيث نون يساوي لنا 12. بهاي الحاله احنا شو نسوي؟ نجيب مباشره المتغير، نجيب المتغير ونقدمه على نخليه نعوض بمكانه. يعني 32 زائد نون تقسيم 11 اجيب نون اللي هي 12، واخليها 32 زائد 12 تقسيم 11 راح يطلع لي 44، تقسيم 11 راح يساوي لنا 4. الثاني 2 حاء تقسيم 3 حيث حاء 39، اجيب ال 39 نخليها بمكان الحاء، فتصير 39 تقسيم 3 اجرى عمليه داخل القوس بالبدايه راح يطلع لي 13. 13 في 3 هي 39، واضرب 2 في 13 القوس ما هذا معناه ضرب، 2 في 13 راح يطلع لي 26. هذا بالنسبه اعزائي الطلبه لحل هذا السؤال فرع الف. فرع باء: تم توزيع 48 نعامه على عدد حقول، فاذا وضعت 4 نعامات في كل حقل ما عدد الحقول؟ اكتب معادله تمثل المساله وحلها. اول شيء اكتب المعادله اللي تمثل هذا الحكي. عدد الحقول نفرضها س، فاحنا ايش عندنا؟ عندنا 48 نعامه، راح نقسمها على س يكون الناتج 4، صح؟ فمعناها شنو؟ معناها س 48 تقسيم 4 12 حقل، اذا اريد اتحقق اقول 48 تقسيم 12 راح يطلع لي 4 نعامات في كل حقل. هذا بالنسبه لحل هذا السؤال، وهذا موجود عندنا ضمن التمارين اللي بالكتاب. جد ناتج الظرف في كل من ما ياتي باستعمال ترتيب العمليات. السؤال الثالث فرع الف: هذا قسمه العفو ضرب الكسور، ايضا انا من عندي ضرب جمع الكسور اول شيء بترتيب العمليات اتخلص من القوس ثم الضرب والقسمه، اذا موجوده ابدي بالقسمه او الضرب من جهه اليمين. عندي هنا أنا نجي نقول اول شيء نتخلص من العدد الصحيح، راح نتخلص من داخل القوس، فنقول 6 في 4 24 و1 25 على 6 ناقص 8 في 2 16 و2 18 على 8، هذا القوس كله مضروب في 4 على 9. اوحد المقامات، المضاعف المشترك، العامل المشترك مو تضربون مباشره اعزائي الطلبه 6 في 8، لا تسوون مضاعف تخلون ال 6 وال 8، يعني 6 مضاعف ال 6 12، مضاعف ال 8 ايش قد راح يصير؟ 16، مضاعف ال 12 ال 6 في ال 3 راح يصير 24، 18 العفو هنا راح يصير 24، ال 6 من اضربها بال 4 راح يطلع 24، اذا العلاقه بيناتهم هي 24. ودائما خلوها ببالكم، وان تشوفون هاي 6 و8 قبل القسمه على 2 يعني اكو مضاعف مشترك
بيناتهم، اكو مضاعف مشترك بيناتهم، القبله على الاثنين او القبله مثلا على الثلاثه والقبله على الخمسه او السبعه. فاقول 100، شلون طلعت ال 100؟ هاي 4، 24 كم 6، 4 اضربها بال 25 تطلع 100، و3 24 كم 8 3، 3 في 8 24، 3 في 1 3 و2 54. راح اجري العمليه داخل القوس لان لازم اتخلص من الاقواس. حسب ترتيب العمليات راح يطلع لي 46 على 24. اكو اختصار بين ال 4 وال 24 بها 1 بها 6، واضرب ضرب عادي 46 على 54 بالنسبه لحل هذا السؤال. نجي على السؤال اللي وراء اللي هو اكتب عباره جبريه تمثل كل ما ياتي لاثنين فقط. عندي قايل لي العباره الجبريه الاولى يقول اقل من ش ب 37، اقل من ش يعني ش ناقص 37. العباره الثانيه يقول 3 امثال تاء زائد 12 يعني 3 في تاء زائد 12. زين؟ العباره الثالثه يقول ص زائد 2 مقسوم على 14 يعني ص زائد 2 مقسومة على 14، صاد زائد 2 تقسيم 14. هذا بالنسبة أعزائي لحل الأسئلة، ما زلنا متواصلين وياكم حل هذه الأسئلة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد وحلنا للأسئلة وللتمارين. عندنا السؤال الرابع، حل مسائل بالتخمين والتحقق. يقول شارك في أحد سباقات السيارات 30 سيارة زرقاء وحمراء، إذا كان عدد السيارات الزرقاء 4 أمثال عدد السيارات الحمراء، فكم سيارة زرقاء شاركت في السباق؟ هذا حل المسألة بالتخمين والتحقق. هذا الأسئلة من ضمن التمارين الموجودة عندي بالكتاب. فشوفوا احنا أول شيء نكتب أفهم، نكتب شاركت في أحدى سباقات السيارات 30 سيارة زرقاء وحمراء، عدد السيارات الزرق 4 أمثال عدد السيارات الحمراء. هنا شو نكتب؟ نقول إيجاد المطلوب، المعطيات هذه. المطلوب في المسألة إيجاد كم سيارة زرقاء شاركت في السباق. أخطط أخمن وأتحقق وأعدل حتى أصل إلى الإجابة الصحيحة. خلينا نحل. إحنا شعدنا عندنا السيارات الزرقاء 4 أمثال السيارات الحمراء، فنخلي السيارات الحمراء هنا ونخلي هنا الزرقاء هنا. إذا قلنا 3 يعني 4 في 3 12 راح يصير 15، أنا عندي 30 سيارة، إذا هذا أصغر. إذا قلنا 7، 7 في 4 28 راح يطلع لي 35، هذا أكبر. إذا قلت 6، 6 راح يطلع لي 6 في 4 24، 6 زائد 24 30، هذا صحيح. إذا عدد السيارات الحمراء 6 وعدد السيارات الزرقاء 24. أتحقق أقول عدد السيارات الزرقاء 4 أمثال السيارات الحمراء، وأقول 4 في 26 راح يطلع لي 24. العدد الكلي راح يطلع لي 24 زائد 6 راح يطلع لي 30، لذا التخمين صحيح. هذا بالنسبة أعزائي الطلبة لحل هذا السؤال. نجي على السؤال الخامس، يقول حل المعادلات التالية باستعمال العلاقة بين الضرب والقسمة لاثنين فقط. هنا كل هذا علاقات قسمة، فأني شلون أحل الأسئلة؟ أول شيء عندي كاف تقسيم 6 يطلع لي 12، مو؟ أقول كاف تقسيم 6 يساوي 12، أقول كاف يساوي لنا 12 في 6. دائما أعزائي الطلبة إذا شفتوا المقسوم عليه هنا يعني سووه حالة ضرب، سووه شنو؟ ضرب. انضرب 6 في 12 يطلع لي 72، اعوض داخل 72 تقسيم 6 راح يطلع لي 12، اذا الاجابه صحيحه. الثاني 7 صار على 154، معناها هذا الضرب يتحول السبعه تتقسم على 154، 154 على 7 زين يطلع لي 22. شوفوا إذا شفتوا المتغير اللي هو لام هنا على المقسوم عليه، يعني كأنما تجيبون 55 تخلوها بمكان اللام، تجيبون 55 تخلوها بمكان لام، فصل لام تساوي 605 تقسيم 55 راح يطلع لي 11. أتحقق من الحل، أخلي 11 هنا يطلع لي لازم 55. هذا بالنسبة لحل السؤال الخامس فرع ألف. فرع باء يقول اكتب كل كسر غير فعلي على صورة عدد كسر. هذا موجود الأسئلة بالاختبار القبلي، يعني ما أعتقد أنه الاختبار القبلي يجي بالبكالوريا، لكن إحنا على كل أي حال إحنا حليناه الاختبار القبلي. نقول 88 على 30 هي معناها نقسمها أعزائي الطلبة، ف 38 على 30 يعني 2، 2 في 30 60 تبقى 28. أقول 28 اللي طلع ناتج القسمة أكتبه هنا أنا عدد صحيح، والباقي أكتبه على الكسر المقسوم عليه اللي هو المقام 28 على 30. الثاني نفس الطريقة، أقول 17 تقسيم 8 بها 2،
2 في 8 راح يطلع 16 والباقي 1، فالواحد الباقي راح يصير 1 على 8 هنا 2، واذا اتاكد منه اقول 8 في 2 16 و1 17. نجي على السؤال السادس، يقول اكتب معادلة ثم جد حلها، ما العدد لو اضيف اليه 20 لاصبح سالب 6؟ العدد اضيف اليه 20 لاصبح سالب 6، احنا شو نقول؟ نقول س زائد 20 يساوي لنا سالب 6. هيك حالة اعزائي الطلبة تنقل هذا لهنا او تستخدم النظير، يعني تقول س زائد 20 ناقص 20 يساوي لنا سالب 6 ناقص 20. انا كانما عندي معادلة ضفت الى الطرفين سالب 20، او اقول س اللي بقى هنا مكانه هي س، واللي انتقل من انتقل ال 20 تغير الاشارة فراح يصير سالب 26، اخلي سالب 26 هنا راح يطلع لي ناقص 6. الثاني يقول صاد 38 مطروح من عدد يساوي 17. شوف مطروح من، انتبهوا عليها، هواي طلاب يغلطون بيها. مطروح من يعني صاد، يعني انا عندي صاد ناقص 38 يساوي لنا 27، فاقول صاد مطروح من، من مطروح من يعني اجيب العدد بالبدايه قلنا مطروح وش بدي الناتج، راح يطلع لي بالهم انقله من اللي بقى بمكانه، بقت الصاد بمكانها وال17 بقت بمكانها، يعني تغير الاشاره اللي نقلت سالب 38 ب 17 زائد 38 راح يطلع لي 55. بالنسبه للسؤال الاخير فرع باء السؤال السادس، يقول اذا كانت قيمه ج 3 و 3 على 4 ودال 1 و 1 على 5 وها 1 و 1 على 2، يقول احسب قيمه العباره ج دال زائد ها. انا هنا أنا من اريد اطلع قيمه العباره ج دال زائد ها، عوض عن ج 3 في 3 على 4 في 1 و 1 على 5 زائد 1 و 1 على 2. اوحد المقامات، العفو اضرب ال خلص من العدد الصحيح، ف 4 في 3 12 و 3 15 على 4 في 5 في 1 5 و 1 6، اكو اختصار ال 4 وال 6 2 قبلا على 2، هاي 2 هاي 3، هاي بها 5 وال 15 على 5 بها 1، هاي بها 3، 3 في 3 راح يطلع لي 9 على 2 زائد 3 على 2. اجرب البدايه عمليه داخل قوس، اتخلص من القوس، وحتى اذا ما عندي قوس ابدي بترتيب العمليات بعمليه الضرب. 9 زائد 2 زائد 3 على 2 المقامات متوحدة، ما يحتاج واحد مقامات، يطلع لي 11 على 2. هذا اعزائي الطلبة كل ما موجود في حل هذه الأسئلة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.